يقول السائل: أنا شخص أدرس وحالتي بحمد الله تعالى ميسورة، وقد عرض علي أحد الأشخاص أن يعطيني من زكاة إبله ناقة، وهو يقول أو جملا، وهو يقول أنه جعله لي وعزله من الإبل منذ فترة طويلة، هل يجوز لي أخذه؟ إذا كان من الزكاة وأنت عندك ما يكفيك فلا يحل لك. الزكاة إنما هي للفقراء والمساكين، وهم الذين ليس عندهم ما يكفيهم. وأن تقول إن عندك ما يكفيك وميسور الحال ألا يحل لك ما كان من الزكاة. أما إن أعطاك إياه عطية من غير الزكاة فلا بأس. نعم.